بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة وفرح، ويا رب إن شاء الله ما راح تكون المحاضرة سوى أنها محاضرة بإذن الله تعالى خفيفة على قلوبكم. أحاول بقدر الإمكان أنه خلال نصف ساعة أخلصها بإذن الله تعالى، على أساس أنه ما أطول عليكم. حبيباتي رقية وريمة، ربي يعطيكم الصحة والعافية حبيباتي، الله يسعدكن يا رب ويبارك فيكن ويرضيكن ويرضى عنكن يا رب العالمين. إذن فكرة أم يوسف عليك السلام والرحمة، خلونا نبدأ. فكرة المفكرة قائمة على أنه طريقتين. الطريقة الأولى اللي راح نشرحها، والطريقة الثانية اللي هي موجودة أصلاً وسهلة، وراح نوضح الطريقتين بإذن الله تعالى. راح أوضح لكم الطريقتين، يعني ممكن أستخدم المفكرة بالطريقة اللي راح نشرحها أول شيء، أو بالطريقة الثانية أيضاً اللي راح نشرحها بعد ذلك بإذن الله تعالى. فخليكم معي وركزوا، وإذا كانت عندكم المفكرة يكون زين، بحيث إنكم الملاحظات والأشياء اللي غامضة بالنسبة لكم ما واضحة مباشرة تسجلوها. أيضا إذا في عندكم سؤال إن شاء الله راح نترك الأسئلة لما بعد الشرح بإذن الله تعالى، أو إذا حبيتوا بعدين ترجعوا للتسجيل إن شاء الله التسجيل راح ينزل على اليوتيوب، على أساس الناس اللي ما حضرت أو اللي فاتها تستطيع أن هي تشوف كيف ممكن نستخدم المفكرة بإذن الله تعالى. المفكرة قائمة على شيئين أساسيين، إنه يكون عندك أهداف تريد تحققيهم، وهذه الأهداف تحققيهم عبر تعديل السلوك، عبر امتلاك مجموعة من السلوكيات. كيف يعني؟ يعني فكرة المفكرة إنه أنا مثلا، خلينا نقول أنا أريد أحقق مستوى مالي معين، هدفي إنه أنا أوصل إلى مستوى مالي معين. كيف أوصل له؟ أوصل له من خلال مجموعة من السلوكيات، مجموعة من الأفعال، مجموعة من العادات، وما محتاجين خطة ولا محتاجين شيء. هي ببساطة إنه أنا أنفذ مجموعة من العادات أو السلوكيات وأستمر عليها. طيب من وين أجيب هذه السلوكيات؟ هذه السلوكيات أجيبها من خلال أسماء الله الحسنى. كيف أقدر أجيبها؟ إحنا قسمنا أسماء الله الحسنى إلى مجموعات، فأنت تشوفي أصلاً إيش الهدف اللي أنت تريدي. الهدف اللي أنا أريده مثلاً مثل ما قلت لكم إنه أنا أوصل لمستوى مالي معين، إذن هذا المال مرتبط بالرزق، فمعناه أنا راح أشوف مجموعة أسماء الله المرتبطة بالرزق. أشوف في هذه المجموعة بلاحظ إنه فيها مجموعة من الأفعال. طيب هذه الأفعال أحولها إلى سلوكيات. خلينا نقول إنه من ضمن الأشياء اللي موجودة في مجموعة أسماء الله اللي مرتبطة بالرزق مثل كلمة يهب أو فعل يهب. طيب خليني أنا أشوف هذا الفعل كيف أسوي فيه. هذا الفعل أخذه وأسوي عليه عادات أو مجموعة من السلوكيات، إنه أنا مثلا الصباح أهب من وقتي، مثلا أهب من وقتي 10 دقائق، لماذا؟ للاستغفار بيني وبين الله تعالى. كل يوم كل يوم كل يوم، إذا الصفة أو السلوك اللي راح أسويه والعادة اللي راح أعملها، إنه أنا الصباح الساعة مثلا 10، كل يوم الساعة 10 10 دقائق استغفار. هذا يصب لمن؟ للهدف اللي أريده اللي هو المال. طيب خلينا نوضح أكثر، لأنه البعض أحيانا ما قادر يميز إيش يعني هدف، إيش يعني نية، إيش يعني أفعل، إيش يعني غاية. كل هذه الأشياء إن شاء الله اليوم راح أوضحها على أساس توضح لنا صورة كيف ممكن أفعل هذه المفكرة، لأنه فعلا حسيت كأنه يا ترى هل هذه الفكرة واجد غامضة يعني وصعبة. ولكن وجدت أن المشكلة أصلا أنه إحنا عندنا بعض المفاهيم ما واضحة، يعني البعض يتواصل يقول إحنا باغيين إيش يعني، وإيش أسوي، إيش أكتب. فلما أسألها أقولها أنت عارفة إيش يعني تفعيل أسماء الله الحسنى؟ تقول لا. عارفة إيش يعني أتخلق بأسماء الله الحسنى؟ تقول لا. فهي أساساً ما عندها فكرة
ماذا يعني تفعيل أسماء الله الحسنى؟ طيب، أول حاجة إحنا راح نتعرف على بعض المصطلحات، المصطلحات اللي يحتاج إنه نفهمها في المفكرة هذه. أول مصطلح اللي هو النوايا، لأنه ما ينفع نعمل أي عمل أو أي فعل والنية ما حاضرة، فلابد من أن تكون نوايانا حاضرة. الشيء الثاني الغايات. بتلاحظوا في المفكرة عندكم حاجة اسمها الأهداف الكبيرة، وبعدين نحولها إلى أهداف صغيرة، رح نشوف كيف نسوي هذا الشيء. بعد عندي الأهداف، وأيضا عندي آخر شيء اللي هو تفعيل أسماء الله الحسنى. طيب ماذا نقصد بالنية؟ باختصار، النية هي أقصى نقطة في الحالة الشعورية للهدف. أقصى نقطة في الحالة الشعورية إيش يعني؟ يعني الشعور الذي أريد أن أحققه في النهاية، آخر شيء، ما أبعد شيء أنا أريد أن أصل إليه في الحالة الشعورية. أريد أوصل للهدوء، أريد أوصل للسكينة، أريد أوصل للطمأنينة، أريد أوصل للاتزان الشعوري، أريد أوصل مثلا للسلام، أريد أوصل للأمان، أريد أوصل للإطمئنان. كل هذه تعتبر نوايا. لما أقول لك لماذا تصلي حتى تسكن نفسي، لماذا تصلي حتى تسكن نفسي؟ لأن الصلاة سكن. حتى إذا ذكرت ربي اطمأننت، لأن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم بإذن الله تعالى، التسجيل سيكون في اليوتيوب بإذن الله، رح ننزله. طيب هذا هو النية. النية هي الحالة الشعورية. لماذا تصلي؟ مثلا الهدف أصلي كل يوم 5 مرات في اليوم، هذا هدف، أن أصلي كل يوم 5 مرات. طيب لماذا؟ حتى يطمئن قلبي، هذه النية، حتى يرضى ربي، رضا ربي. فإذا رضي ربي رضيت، أعيش الرضا، شعور الرضا، هذه هي النية. طيب الغايات، الغايات هي الحالة المادية. لماذا؟ لهذا الهدف. الحالة المادية، أقصى حالة مادية. كيف يعني؟ ترى أنا أصلاً الهدف له وجهين، وجه شعوري ووجه مادي. بمعنى لما أسأل واحدة أقولها ماذا تريدين، تقول ليش أريد أن أصل إلى أنه أنا أحافظ على صلاتي. شوفوا، المحافظة على الصلاة سلوك، غاية. المحافظة على صلاتي كل يوم 5 صلوات، هذا أقصى شيء. أريد أوصل إلى مرحلة إنه أنا صلاتي ما أفرط فيها. طيب لماذا؟ حتى أصل إلى حالة السكينة. طيب متى أوصل إلى أني أكون محافظ على الصلاة؟ لازم أمر بمراحل، لازم أطبق خطوات، لازم في أشياء أسويها أو أفعال أسويها عشان أوصل إلى مرحلة الثبات في المحافظة على الصلاة. هذا مثال بسيط. طيب كيف أصل إلى أنه أنا أوصل إلى أني إلى نقطة الثبات؟ هذه غايتي، الثبات، أن أكون ثابت في صلاتي، بمعنى أقيم الصلاة كما يجب، أن أقيم الصلاة كما يجب، هذه غايتي، أن أؤدي الصلاة كما يجب. لماذا؟ حتى أطمئن، قلنا هذه النية. طيب ما هي الأفعال اللي أحتاجها؟ الأفعال اللي أحتاجها هي عبارة، أول شيء ما هي الخطوات اللي لازم أسويها عشان أوصل لهذه الغاية؟ ففي ناس وش تقول؟ الخطوات في البداية تقول إنه الأسبوع الأول إنه ما أؤجل صلاة، أول أسبوع أسوي إيش؟ إنه أنا بقدر الإمكان لا أخرج عن وقت الصلاة، وأدي الصلاة في وقتها. بمعنى إذا كانت الصلاة مثلا مدة الصلاة بين الصلاة والصلاة ساعة، المهم إنه أنا ما أخرها عن أكثر عن نصف ساعة،
هذه الخطوة الأولى أو الهدف الأول، أريد أوصل إلى مرحلة إنه أنا ما أخرها نصف ساعة. طيب الهدف اللي بعده، أتدرب لمدة أسبوع وأشوف نفسي مجموعة من، أقوم بمجموعة من العادات والسلوكيات بحيث إنه أنا أحقق هذا الهدف. أول هدف أريد أوصل له إنه أنا خلال الأسبوع الأول، لاحظوا أنا جالسة أحدد أيام وأوقات، خلال الأسبوع الأول أصل إلى أن أداوم على الصلاة في النصف الساعة الأولى من الأذان بعد الأذان في يومي. بعد أسبوع أنتقل إلى خطوة اللي بعدها، إنه أنا خلال الربع الساعة الأولى بعد الأذان، ربع الساعة الأولى بعد الأذان أقيم الصلاة وأستمر أسبوع. طيب الخطوة اللي بعدها، لاحظوا أكثر من خطوة، الخطوة اللي بعدها إنه أنا يؤذن مباشرة أنا في دورة المياه أتوضأ أيضا لمدة مثلا أسبوعين. الخطوة اللي بعدها، شوفوا الهدف اللي بعده، لاحظوا كل مرة أنا قسمت هدفي، لكن الغاية تحتاج إلى وقت، ممكن تحتاج إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة. طيب بعد شهر راح أعمل حاجة ثانية، الهدف الآخر اللي هو إنه أنا أنتظر الأذان قبل أن يؤذن، أكون أنا خلاص في مصلاي أو في محراب الصلاة وأثبت على هذا الهدف. آخر خطوة أو آخر هدف راح يوصلني إلى مرحلة إنه أنا أكتسب مجموعة من العادات، وهذه العادات خلاص أنا صار عندي. أول شيء في البداية بدأت بنصف ساعة، ثم ربع ساعة، ثم عند الأذان، ثم قبل الأذان، لحد ما وصلت إلى الغاية أصبحت ثابت، لأني مشيت خطوة خطوة، ما انتقلت، ما قفزت قفزة. في بعض الناس كيف تحقق أهدافها، كيف تحقق غاياتها؟ مثلا تريد توصل إلى إنها تثبت في صلاتها، فتروح إيش تسوي؟ إنها دائما تضغط على نفسها وهي ما متعودة إنها تنتظر وقت الصلاة، فتروح تنتظر وقت الصلاة نصف ساعة، تجلس، هتتعب، هتمل، لأنها ما معتادة على هذا السلوك، فقفزت مباشرة إلى الغاية، والغاية لا يقفز لها، وإنما يتم التدرج إليها عبر مجموعة من الأهداف. طيب كيف أحقق هذه الأهداف؟ إذن الأهداف هي الخطوات اللي توصلني إلى الغاية. طيب كيف أحقق هذه الخطوات؟ عن طريق الأفعال. كيف أنا أحقق هذه الخطوة؟ يعني خطوة وراء الثانية وراء الثالثة وراء الرابعة لحد ما توصلني إلى الغاية، كيف أحققها؟ عن طريق الأفعال. طيب من وين أجيب هذه الأفعال؟ من أسماء الله الحسنى. لو جبنا مثال اللي هو الصلاة، هذا مثال الصلاة، أنا أريد أكون ممن يداوم على الصلاة ولا يتركها. طب إيش هي الأسماء الله الحسنى اللي أحتاجها؟ أحتاج ممكن مجموعة الإصلاح، لأنه أنا عندي مشكلة أصلاً، عندي مشكلة إنه أنا عندي معتقد إنه عادي، فأحتاج إلى مجموعة الإصلاح أو مجموعة التجديد. التجديد معناته المغفرة، أتوب عن السلوكيات فأعمل عملية استغفار، وأيضا أسامح نفسي، لأنه لازم على ثلاث مستويات أفعل، على مستوى مستوى العلاقة بيني وبين الله، وأفعل على مستوى العلاقة بيني وبين نفسي، وبيني وبين الآخرين، كأني أزيل. طيب أيضا ماذا أحتاج من مجموعات الأسماء؟ ممكن حد يشاركنا للصلاة، إيش من مجموعات الأسماء التي أحتاجها عشان أقيم الصلاة؟ سهلة، القادر ممكن، التواب، بعد القوي، ممتاز، المعين، رائع، الهادي، بعد نحتاج الصمد ولا ما نحتاج الصمد؟
مجموعة السلطان نحتاجها ولا ما نحتاجها؟ نحتاجها. لماذا نحتاجها؟ لماذا نحتاج الصمد؟ المهيمن، ممتاز. طيب، لكي نكون لله صامدين، لكي نصمد في الصلاة. جميل. طيب، لما ترجعي لهذه الأسماء بتلقي موجود في المفكرة مجموعة من الأفعال. هذه الأفعال من وين جبتها أنا؟ يعني مثلا المعين، اسم الله المعين، كيف أطلع أفعال منه؟ كيف أحول اسم الله المعين إلى أفعال؟ أول شيء أجيب الصفات، أعين شخص، بس لازم أجيب الصفات. إيش هي الصفات؟ أدعوه بأن يعينني، ممتاز. بس إيش هي الصفات اللي موجودة في اسم الله المعين؟ الإعانة، المساعدة، المساندة، صح؟ هذه صفات موجودة في هذا الاسم. طيب، حوليها إلى فعل. ساند، أعان، ساعد. إذن من الصفة حولتها إلى فعل مباشرة، من الصفة حولتها إلى فعل. أرشد، ممتاز. طيب، وقف بجانب، ممتاز. الآن وقف بجانب، هذه كلها أفعال تدل على هذا الاسم. فإذن كيف نفذها؟ إنه أنا أول شيء بالنسبة لي لله تعالى، اسم الله المعين بالنسبة لله تعالى، ماذا أفعل؟ أدعوه أن يعينني. ينفع نعين الله تعالى؟ حاشا لله. لازم أعرف ما هي طبيعة الفعل، كيف أتعامل مع الله تعالى. فإذا مع الله تعالى أدعوه بالإعانة. طيب، مع نفسي، كيف أساعد نفسي؟ كيف أعين نفسي؟ أعينها على الطاعة، كيف؟ بالصبر، بالصبر، أصبر عليها، أعينها عبر الصبر، أصبرها، أصبرها، صح ولا لا؟ أصبر نفسي، فأكون بهذا أعنت نفسي. طيب، بيني وبين الآخرين، أساعد، أعين، أقف معهم، أشجعهم. شوفوا، لاحظوا، أنتم تسووا ثلاثة أشياء: أدعو الله بالإعانة، أعين نفسي، وأعين غيري. ساعتها سلوك الإعانة رح ينصب في ماذا؟ في موضوع الصلاة. عندها سيعينني الله على الصلاة. مع الوقت كل مرة يكون عندي سلوك إعانة، مساعدة، إرشاد، كل هذه الأمور رح تعمل، رح يعينك الله تعالى. ألم يقل النبي أنه من يسر على مسلم يسر له؟ أنت نفس الشيء، إذا خدمت نفسك أو خدمت الآخرين ترى ما تنسى نفسك أيضا. إيش يصير؟ يخلف الله لك. أيوة، يخلف الله لك، هذه فكرة المفكر. طيب، تعالوا نأخذ مثال آخر هالمرة بالتفصيل. أي عمل تعمله يرده لك حسب النية اللي انت حاطنها وحسب الغاية اللي انت تريد تحققها، سيحققها لك عبر هذه الأفعال. وانت تكون مفعل بس أسماء الله الحسنى، مطبق بس الخطوات، لكن راح توصلك للغاية ببساطة. طب هناخذ مثال آخر عشان توضح أكثر. مثال: شخص يريد مبلغ مالي، تمام؟ شخص يريد مبلغ مالي، ما هي نيته من المبلغ المالي؟ الاستقرار والحرية، ما يريد يكون محتاج لأي أحد، يريد أن يشعر بالاستقرار، يريد أن يشعر بالحرية. طيب، ما هي غايتك؟ شوفوا إيش غاية هذا الشخص. قال:
إنه أنا أوصل إلى 4 أضعاف دخلي الشهري. يعني خلينا نقول إنه أنا مثلا أستلم في الشهر 1000 ريال، بس أنا باغي أوصل إلى إنه يكون دخلي 4 أضعاف خلال سنة، بمعنى إنه بدل ما يصير 1000 يصير 4000. يعني يفترض لو أنا بادي أشتغل على ذا الموضوع من شهر 1، يفترض أوصل شهر 12 إلى إنه الدخل الشهري يكون 4000 ريال. يعني بعد سنة يكون دخل الشهري شهرياً 4000، كان قبل سنة 1000 1000 1000. طيب كيف أصل إلى أن أحقق 4 أضعاف؟ الزيادة، كيف أحقق الزيادة هذه؟ كيف أحققها؟ عن طريق خطوات، أحتاج إلى أهداف صغيرة عن طريق السعي، بس لازم أحتاج إلى خطوات صغيرة. هل ينفع من الشهر الأول أحقق 4 أضعاف؟ إذا ما عندي وسائل، ما عندي أساليب، ما عندي طرق، ما عندي ورث، ما عندي شيء، كيف أفعل؟ نقسمه إلى أهداف صغيرة. بالضبط، أقسمه إلى أهداف صغيرة. شوفوا الأهداف اللي أنا حطيتها، شوفوا الأهداف. الهدف الأول علاج المعيقات النفسية. أنا عندي معيقات نفسية، من ضمنها الخوف، خايف من الفشل. الأمر الآخر، عندي معتقد يقول إنه بس الفلوس حال الأغنياء، الفقراء ما ممكن يصيروا أغنياء، وإنه ما ممكن أحصل على فلوس إلا إذا كنت وارث، لكن ما ممكن أن أصير غني كذا من الصفر. معتقدات غلط عندي. فإذا أول خطوة قررت إنه أنا أعالج هذه المعيقات، علاج المعيقات النفسية اللي تمنعني من إنه أنا أوصل للغاية خلال شهر. طيب رقم 2، أبحث عن مصادر متنوعة. الشهر الثاني أبدأ أبحث عن مصادر متنوعة. يعني الشهر الثاني، أنا خلي أقول إحنا 3 أشهر، الشهر الأولاني أعالج، الشهر الثاني أبحث، بس عملية بحث، ما أسوي شيء، فقط عملية بحث. أعمل دراسة جدوى، أشوف المشاريع اللي موجودة، إيش ممكن أنا أقدر، أشوف إمكانياتي إلى آخره، أقسم. طب رقم 3، أبدأ أنفذ. الخطوة اللي بعدها بعد ما عرفت، أبدأ أنفذ. طيب إيش هي؟ أتوسع. نعم، بعدين ممكن أسوي خطوة رابعة اللي هي التوسع، ممكن أسوي خطوة رابعة اللي هي التوسع. بعد ما أنفذ الأفكار خلال 3 أشهر، بعد 3 أشهر أبدأ ماذا؟ أتوسع. ممكن تسوي هدف آخر. الأهداف الصغيرة ممكن توصليها إلى 6 أهداف، أو حتى إلى 10 خطوات، أو حتى إلى 12 خطوة، ما إشكال. المهم أنه أنا ألتزم أنفذ كل خطوة. طيب كل واحدة من هذه الأهداف أو الخطوات ما تحتاج إلى تفعيل؟ ما تحتاج إلى سعي؟ يعني بس مجرد أني كتبت الهدف أحتاج إلى أنه أنا أسعى. طيب ماذا أفعل؟ حدد إيش المجموعات اللي تناسبني حال الرزق. لكن من هنا أجيب المجموعات. رقم أول، معيقات نفسية أريد أعالجها، يعني أريد أصلحها، فأي مجموعة أحتاج؟ عندكم 12 مجموعة. لو رجعنا إلى أسماء الله الحسنى، السلطان، ممتاز. ممكن بعد في عندكم مجموعة الإصلاح، في عندكم مجموعة أيضا العمل على تنفيذ الأفكار. ما أحتاج إلى إبداع، من عشان أحصل رزق لازم أجيب شيء فيه إبداع، صح ولا لا؟ عشان أحصل على أرزاق مضاعفة، دائما أصحاب الإبداع هم أصحاب الأرزاق المضاعفة. المعين، الدعم، ممتاز، مجموعة الدعم. إذن هذه المجموعات اللي أحتاجها. طيب عشان نفسر أيضا بشكل أفضل،
تعالوا نمشي خطوة خطوة. أنتوا بتلاحظوا في المفكرة كل الأسماء فيه، الجدول فيه كل الأسماء اللي تحتاجوها، وأيضا نسبة كبيرة من الأفعال اللي تحتاجوها. المفكرة بخمسة ريال بس. يعني أنت ما معنى حبيبتي أم لجين ما أخذتني هالمفكرة؟ بس شطورة إنش أنت حضرتي عشان تتعلمي الطريقة يكون أسهل لش. وحليلهن الأخوات أخذن ذهم اسمه، بس الطريقة كانت عملت لهن مشكلة. طيب الآن تعالوا نشوف، أنت في الصفحات الأولى بتلقي عندش حاجة اسمها الجانب المادي، الجانب النفسي، الجانب اللي هي الغايات الكبيرة، وبعدين الصفحات اللي بعدها الغايات تحوليها إلى أهداف صغيرة. شايفين هذه الغاية الكبيرة بعدين حولناها. فإذا الصفحة اللي فيها، خلينا أفتح لكم الصفحة أول شيء عشان تعرفوا الكلام اللي أنا أقوله بحيث إنه ما تتوهوا. تمام، واضحة عندكم؟ شايفين هذه الصفحة اللي موجودة؟ طيب نشوف على الصفحة هذه، هذه تكتبي فيها الغايات كلها، هذه الغايات كلها. إيش باغية في المجال النفسي؟ طيب أنا ما عندي مشكلة نفسياً، خلاص طف، ما أريد أحقق شيء. بس في غايات مثلاً في الجانب الديني أريد أحققها، اللي هي أقصى شيء. في المجال المالي إيش أريد أحقق؟ أقصى شيء. في المجال الاجتماعي يعني في علاقاتك مع الآخرين، في مجال علاقتك بنفسك الذاتي المهني إذا كان عندك مهنة معينة. ما لازم في كل جانب، ممكن يكون أنا عندي في جانب من الجوانب أموري تمام، ما محتاج شيء، ما محتاج إنه أنا أعمل أو أبذل جهد فيه، أتركه. ما لازم كل حاجة من هذه أنا أعملها. طيب بعد ما أكتب الغايات، أجيب هذه الغايات اللي كتبتها أحولها إلى أهداف مثل ما سوينا قبل، غاية كبيرة أحولها إلى خطوات صغيرة وأحطها على شكل فترات اللي هي هذه، وحط من الشهر كم إلى الشهر كم. وضحت الفكرة؟ هذه أول شيء تسووه، أول حاجة تسووها. حطيتوا الأهداف، حطيتوا الغايات، حطيتوا الأهداف الصغيرة التي توصلكم إلى الغايات. باقي النقطة الأهم اللي هي التفعيل، كيف أفعل أسماء الله عشان أحقق هذه الأهداف اللي في النهاية توصلني إلى الغاية. ببساطة شوفوا وين نروح. شايفين هذه اللي هي الأهداف؟ هذه الأهداف اللي عملت لها الدائرة واضحة عندكم في الشاشة؟ بس عشان أتأكد. طيب هذه ثلاثة أهداف. شوفوا كيف ممكن إحنا نحولها إلى أفعال عشان ويش؟ لأنه كل غاية تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى عمل. ينفع أوصل إلى هدف ولا أحقق هدف ولا أوصل إلى غاية وأنا ما نسوي عمل؟ ما ينفع، فلا بد من سعي. طيب إيش اللي أسعى؟ الله تعالى يطلب منا أن نسعى بأسمائه. لماذا؟ لأنه أسماء الله قيم عليا، الله تعالى أعطانا من هذه الأسماء قيم عليا، بمعنى عبارة عن صفات ذات قيمة عليا. إذا الإنسان اتصف فيها وتخلق بها الله تعالى أعطاه أخلف له. ولذلك لما الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر نعم. طيب كيف أدعوه بها؟ فقط أرددها؟ لأن البعض يعتقد أنه بس يردد. لا، تعرفوا يعني من ضمن الأشياء اللي كان يفعلها السابقون مثلا، اللي باغي يكون عنده علم
من ضمن الأشياء اللي هم يفعلوها أنهم يرددون الاسم، لكن أيضا مثلا واحد شخص يريد يكون عالم يردد يا عليم يا الله، هل يكفي؟ هيصير عالم كذاك منك والدر يا عليم يا الله وبس يجلس يردد وقال اسم مكانه، هل ينفع؟ لازم ماله يتعلم، يصاحب أهل العلم ويسأل العليم حتى يعلمه. إذن رقم واحد يسأل العليم الله تعالى، أيوة هذا سعي، الدعاء سعي، فيسأل الله. طيب رقم اثنين يتعلم، هو يتعلم. طب رقم ثلاثة ماذا يفعل؟ يعلم. فمن يسأل الله، فمن يسأل الله العلم يتعلم ويعلم، إلا سيجعله الله ظاهرا على أقرانه. أيوة ينشر العلم، إلا جعله الله على أقرانه. هنا فعل اسم الله العليم، ما بس ردد، هنا فعل اسم الله العليم، يعني خلاها أفعال، خلاها سعي. طيب تعالوا نشوف هذه الأهداف الثلاثة، هذه الخطوات الثلاثة، إيش هي الأسماء اللي أحتاجها؟ بتلقيوها في صفحة الأسماء، مجموعة من الأسماء. هذه هي، عفوا، خلينا نشوف هنا، هذا إحنا الجزء اللي ذكرت لكم إياه، اللي هو الهدف الكبير حولته إلى ماذا؟ إلى غاية. في أي جانب؟ الجانب المالي، أنا عندي مشكلة في الجانب المالي وأريد أوصل إلى الاستقرار وإلى الحرية في الجانب المالي. طيب الآن أريد أعرف إيش هي الأسماء اللي يفترض أفعلها عشان أحقق هاي الثلاث خطوات. لاحظوا هنا هذه الغاية الكبيرة، هذا الهدف الكبير كتبته. طيب إيش هي الأهداف الصغيرة؟ هذه أنا حطيتها ثلاثة أهداف صغيرة، ممكن تحط ستة، ممكن تحط 12، عادي، كل واحد حسب قدراته وإمكانياته. يعني مثلا خلينا نقول في ناس تقول ليش لا، أنا ما يكفيني شهر، أنا أحتاج إلى شهرين، أنا أحس عندي كلاكيع من العقد، عادي خذ وقتك، نحن لسنا في سباق، إحنا ما في سباق، لأنه النهايات لله، المهم أن تسعى، المهم أن تسعى إنك فعلا تتخذ خطوة. طيب بعد ذلك شوفوا وين نروح، هذه هي أسماء الله الحسنى، المجموعات موجودة، بتلقيوها موجودة عندكم في المفكرة. لاحظوا 12 مجموعة، مجموعة السلطان، مجموعة الحضور، مجموعة الرزق، مجموعة الكبرياء، مجموعة الرفق، مجموعة الحكمة، مجموعة السيطرة والتحكم، مجموعة الإبداع، مجموعة الدعم، تجديد، الإصلاح، المحاسبة. طيب أنا تكلمت عن الرزق، بس أنا عندي ثلاثة أهداف في الرزق، إيش هي؟ عندي الهدف الأول علاج المعيقات النفسية. طيب أي مجموعة أحتاج؟ أي سلوكيات لازم أسوي؟ طبعاً على فكرة ما أحقق الأهداف كلها مرة واحدة، يعني الشهر الأول، خلال الشهر الأول أشتغل على ذا الهدف، بعدين أنتقل للهدف الثاني، ما تقفزوا، يعني ما تحققوا هدفين مع بعض، ما ينفع، هنشتغل هدف هدف. إذن الشهر الأول راح أشتغل على المشكلة الأولى اللي هي أنه أنا أعالج المعيقات النفسية خلال شهر. طيب إيش المجموعات اللي أحتاجها؟ شوفوا إيش المجموعات، تجديد وإصلاح، أحتاج إلى تجديد وإلى إصلاح، أحدد. طيب أشوف الثاني، الهدف الثاني، إذن هذه المجموعتين. طيب الهدف الثاني أبحث عن مصادر متنوعة، من هنا أبحث عن مصادر متنوعة، إيش المجموعات اللي هتساعدني من أسماء الله الحسنى؟ بساطة، الرزق، من الذي يرزق؟ الرزاق، الفتاح،
طب واحدة تقول لي ليش اخترتي مجموعة الرزق؟ لأنه فيها اسم الله الفتاح، يفتح الله لك المصادر، يغنيك الله بالأفكار، يهبك الله فكرة، يدلك الله أو يهبك الله شخص يعينك أو يدلك، يحدد لك الله تعالى مواقيت معينة، مقيت. فأنت محدد خلال شهر. طيب اللي بعده عندي هدف آخر اللي هو العمل على تنفيذ الأفكار خلال 3 أشهر. أحتاج إلى إنه أنا أكون مسيطر. لا تستعجلوا، لا تدعينا فقط بالاسم، لا تستعجلوا، احنا قلنا الأسماء تتحول إلى أفعال، ليس فقط الدعاء. بعد ما حددتي لكل هدف إيش هي الأسماء اللي يحتاجها، بعده في خطوة أخيرة، في خطوة أخيرة بعد ما أحدد الأسماء أبدأ أحول هذه الأسماء إلى أفعال. طيب هذا شوفوا، كل مجموع، كل هدف من هذه الأهداف له مجموعة من الأسماء، مجموعة خاصة، ممكن مجموعتين، ممكن 3 مجموعات، عادي ممكن 3 مجموعات، ما إشكالية. طيب أنا باغية أول شيء خلال الشهر الأول أحقق الهدف الأول، إذا معناته لازم أفعل أي مجموعة؟ التجديد والإصلاح، لأنه هذا اللي مرتبطين بالعلاج، التجديد والإصلاح، أجدد وأصلح، عندي مشكلة أحتاج إلى أن أعالجها، أحتاج أنه أنا أجدد وأصلح. خلينا نقول مثلا واحدة عندها في البيت عندها تشققات في بيتها، كيف تسوي؟ كيف تعالج هذه التشققات؟ تصلح التشققات وتجدد البيت، البيت يتجدد، نعم تصلحها وتجدد. طيب أنا عندي مشكلة في مشاعري، إذا أصلحها وأجددها بحيث يكون عندي مشاعر جديدة غير عن المشاعر والمعتقدات الخطأ اللي كانت قبل عندي. فماذا أفعل؟ شوفوا الآن، أنا الآن أحقق بس الأولاني، ماذا أفعل؟ أتجه إلى الأفعال، جدول الأفعال، كل مجموعة لها جدول أفعال، هذه مجموعة الإصلاح وهذه مجموعة التجديد، وحط لها، شوفوا الأفعال موجودة. بالنسبة للتجديد، يتوب، يبدأ بالسلام، يعذر، يعالج، يسامح، يتطهر، يطهر، يعفو، يحسن، يمهل، يصفح. طيب مجموعة الإصلاح، يعين، يمنع، يبني، يؤخر، ينتصر، يكمل، يوقف، يحيي، يقدر، يطور، يصلح، يخفض الجناح، كلها هذه تبع ماذا؟ تبع مجموعة الإصلاح. طيب تعالوا نحولها إلى أفعال مرتبطة بالأشياء اللي إحنا نريدها. ذكرنا الفعل اللي قبل، قلنا هذا الفعل إحنا باغيين نحقق، صح؟ هذا الهدف، علاج المعيقات، هذا الفعل اللي باغي أحققه، وقلنا إله مجموعتين. طيب تعالوا نشوف ماذا نفعل. ببساطة بالنسبة للتجديد، على مستوى علاقتي بالله أستغفر 1000 مرة يوميا، إذن أفعل هذا الشيء. ماذا يفعل الاستغفار؟ يطهرني. طيب في علاقتي مع نفسي، أسامح نفسي على أخطائها، كيف أسامحها؟ إنه أنا كل يوم بالليل أقول حال نفسي أنا سامحت نفسي على أخطائها، وأنا أعذر نفسي لأنها أخطأت سابقا، وإنه عندها معتقدات غلط، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي. ما مضى قبل ما أنام، ببساطة كل يوم لمدة شهر. في ناس تقول معقول هذه الأشياء راح نعم
الله تعالى ما أعطانا هذه الأسماء إلا كأدوات معينة توصلنا للغايات التي نريد، فلها أثر. فمن سامح سامحه الله، ومن استغفر غفر الله له، ومن تطهر طهره الله. طيب ومن أصفح ومن صفح فأجره على الله. طيب أنا في شخص بيني وبينه خلاف، خلاص قررت أنه أنا أسامحه. طيب في ناس أنا ما أديت حقوقهم، أرجع وأعطيهم حقوقهم، أسعى أن أعطي الحقوق. إيش تعمل لهذه التصرفات؟ هذه التصرفات بعد شهر بلقى إنه نفسي نظيفة، متصالحة، مقبلة على أن تستقبل. تبدأ مالها تستقبل. ليش؟ لأني نظفتها، ما عندي مشاكل مع الآخرين، أشعر بالخفة لأني كل يوم أستغفر، أيضا تصالحت مع نفسي. طيب الإصلاح، الإصلاح أطور علاقتي بالله، أتعرف عليه أكثر، أزيد العبادات. لا، الإصلاح أيضا أطور مهارة، ممكن يكون عندي مهارة أنا أعرف أطورها، أتعلم مهارة جديدة أو أبني معتقدات جديدة. طيب على مستوى الآخرين، أخفض الذل أو الجناح، واخفض لهم جناح الذل اللي هم الوالدين، أعتني بالوالدين، فإذا اعتنيت بوالدي اعتنى الله بي، وفقني، فتح لي، أعطاني، يسر لي. يبدأ إيش؟ تبدأ الأفكار تظهر. لاحظوا، من خلال الأسماء فقط، من خلال الأسماء، أسماء الله الحسنى والأفعال المرتبطة بهذه الأسماء. الآن كيف أطبقها؟ هذه الأفعال كيف أطبقها؟ في جدول، أنقل هذه الأفعال في جدول، هذا هو الجدول، وببساطة متى راح تنفذه؟ خلاص عارفين الجانب المالي ذكرناه، الهدف علاج المعيقات. طيب إيش إمكانياتي؟ عندي ساعتين فراغ يوميا، هذه إمكانياتي أستفيد منهم. طيب إيش الصعوبات؟ أنا ما عندي فلوس أطور مهاراتي، عادي. إذا ماذا تفعل؟ بديل، هجيب وسائل مجانية أخرى، ما لازم بفلوس، في يوتيوب، أتدرب على مهارة من اليوتيوب مثلا. طيب إيش الأفعال اللي بسويها؟ الاستغفار 1000 مرة، متى؟ قبل صلاة الفجر. أطور مهارة، متى؟ كل يوم 2 و4 لمدة ساعة، وأتك أعمل تكة، هل نفذت ولا لا؟ ونفس الشيء بالنسبة للأهداف الثانية، ستجد نفسك إنك خلال الشهر وصلت إلى أنه علاج المعيقات، وصلنا إلى أنه أنا ما عندي معيقات، خلال شهر ما عندي معيقات، فقط التزمت بمجموعة أفعال لا أكثر ولا أقل، نفذتها خلصت، أنتقل إيش؟ للهدف اللي بعده، أنتقل للهدف الذي يليه، انتهى الأمر. هذه واحدة من الطرق. صعبة؟ أتوقع أنه وضحت شوية، أو وضحت الفكرة، إنه إحنا أول شيء أعرف غايتي، أحولها إلى أهداف، الأهداف أحولها إلى أفعال، وبعدين أطبق فقط، بس. طيب واحدة تقول إنزين هن مرتبات حسب كل مجموعة شهر، هل معناه إنه أنا لازم أمشي حسب المجموعة؟ أصلاً هي مرتبة تلقائياً حسب الأشياء اللي أنت تحتاجها. إيش هي؟ يعني الطريقة الثانية اللي هي الطريقة اللي مصمم عليها المفكرة. المفكرة مصممة بطريقة، ما هي؟ إنه أول شيء تبدأ بمجموعة السلطان، يعني تترك كل هذه الصفحات لحد الصفحة 11، ما مطلوب منك تسوي أي شيء، تخليها فاضية. ماذا أفعل؟
أبدي أطبق شهر بشهره شهر بشهره، وأحط النية إنه الوصول إلى غاياتي لتحقيق الاستقرار والطمأنينة أو الهدوء أو السعادة، أي كان نوع الشعور اللي نريد نوصل له. وبعدين ماذا أفعل؟ فقط كل ما عليك هو أن تطبق حسب الشهر. شوفوا في الشهر خارطة الأفعال، حددت خارطة الأفعال، هذه الأفعال شايفين هالأفعال، أبدأ إيش أسويها كسلوكيات، وأحط هنا النية، لماذا أنا بحاجة لله الواحد الأحد حتى يطهرني، حتى يسندني، حتى يعطيني، حتى يرضى عني، حتى يبارك لي حياتي، اللي تحبوه من نوايا تكتبوها. بعدين أبدأ أسوي الأفعال، أجعل الله واحدا في قلبي لا شريك له، أختر طريق الله تعالى المستقيم، خلاص ألتزم بطريق الله المستقيم، أخضع لأوامر الله، خلاص هذا عهد بيني وبين الله، هذا الشهر كذا أسوي، أجتنب كل ما يزعزع إيماني، أي حاجة تزعزع إيماني أجتنبها، مثلا حاجات مثل خلينا نقول مسلسلات فاسدة في رمضان أجتنبها، أصبر خلال الشهر، أتطهر من كل ذنب عن طريق الاستغفار، هذه أفعال. طيب بيني وبين نفسي أختار الأشياء اللي تعينني وتدعمني وتبني عندي، لا شوفوا هذه الأهداف أنا من وين جبتها، هذه اختر اجتنب عزز درب، هذه من وين جبتها أنا الأفعال، هذه موجودة هنا، هنا موجودة، يختار يخضع يوحد يجتنب يسيطر يستند يقرر يملك، من هنا جبتها. بعد ذلك خلاص أنفذها أول بأول، شايفين أنا الهدف أنه أنا أحفظ سريع، طبعا ممكن أنا ما أحط الأهداف على طول بس أحط الأفعال، ما يحتاج هنا بس لأني أنا محددة الأهداف، لكن أنا ما أريد، أريد أنه أنا أفعل، يكون عندي مجموعة من العادات، قررت أنه أنا أعتمد على نفسي وأستعين بالله. خلينا نقول من ضمن الأشياء اللي أريدها في الجانب الروحي، لاحظوا هنا في الجانب الروحي أريد أحفظ، لماذا الحفظ؟ لأني اخترت الله تعالى حسب الفعل، اخترت الله تعالى فأحفظ. وأطبق أحول هذه الأسماء إلى أفعال إلى سلوكيات إلى عادات ألتزم فيها، أحدد لها أوقات، هنا مثلا أحفظ كل يوم فجر، هنا بالنسبة للمالي الجانب المالي أسيطر على حركة الإنفاق كل يوم أراقبها، كيف أنا إنفاقي أسجل أضبط، هذه يسموها السيطرة تضبيط، وهذه كلها التضبيط على فكرة من أسماء مجموعة السلطان، لأن الله تعالى عندما يضع شيئا، يعني شوفوا عندما يضع شيئا يضعه بمقدار وبميزان مضبوط، ولذلك إذا ضبطت ميزانك ضبط الله لك حياتك. فممكن يكون أنا مثلا في المال أنا ما ضابط حركة الإنفاق فراح أسيطر لأني مسرف، فإذا نفعل إنه أنا أسيطر على حركة الإنفاق كل يوم أراقب إنفاقي، هل أنا اشتريت شيء مفيد ولا اشتريت أصلا شيء ما محتاج إنه فقط لأني رغبت فيه، وأبدي أراقب عشان أسيطر. أيضا من ضمن الجوانب الاجتماعية في مجموعة السلطان في اجتناب، طيب الجوانب الاجتماعية أجتنب الغيبة، أي لما أشوف مجلس فيه غيبة أبتعد عنهم، أقوم أروح أزور، ولكن إذا شفت إنه في الزيارة هذه فيها غيبة أقوم وأختبر نفسي نهاية كل أسبوع. هذه هي الطريقة الثانية، ولكم أن تختاروا أحد الطريقتين، إما أول شيء تكتبوا الأهداف الغايات ثم الأهداف ثم تحولوا الأهداف إلى أفعال من خلال أسماء الله الحسنى، وبعدين بدي يطبقوا
وخلص، وحطوا فترة زمنية وابدأ بالتطبيق، واجعلوا أفعال تتناسب مع قدراتكم وإمكانياتكم، لا تحطوا أفعال كبيرة أكبر من ظروفكم وإمكانياتكم عشان ما يصير عندكم الانتكاسة. هذا فقط ما يتعلق بالمفكرة. إذا في حد عنده سؤال أو أي استفسار أنا جاهزة للإجابة، عندنا تقريبا 5 دقائق ممكن نجيب على أي سؤال موجود.